يعقوب درويش محمد. يس. طبعا هذا متعارف عليه في جميع المستشفيات، قياس الضغط والامور هذه والوزن. يا مرحبا بكم، حياكم الله. طبعا صديقي يعقوب يمل من الانتظار فيريد يدخل على الدكتور بسرعه، فاشرح له انا اقول له انه يعني بما ان الدكتور هذا جديد اول مره يشوفك لابد انه يظهر التقارير الاوليه في الكمبيوتر ويدرسها دراسه كامله قبل ما يدخلها يعني. تمام. فلابد من الانتظار يعني بعض الشيء، عرفتوا كيف؟ لو دكتور نفسه الاولي طبعا مثل ما تقولون فولو اب، اموره طيبه ومعلومات عنده وكل حاجه عنده. اما هذا الدكتور اول مره نشوفه وللحين ما عرفنا اسمه، فبناخذ اسم الدكتور. هلا اكسكيوز مي، مي انا وين اي سي دكتور؟ تيك تايم تو ماتش اور هاو لونج؟ اوكي بليز اف لونج تايم اي جو اند كم باك. يعقوب اوكي. نعم 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 الرئيسي. نعم الرئيسي. نعم. لان هذا الدكتور قدامه في شخصين يعني. بعد شخصين. اوكي. ايه. انا اسالها بالانجليزي. ايه. كم من الوقت؟ لم تقل لي شخصين. تستطيع ان تتحدث وتقول لي. هي لم تقول لك. لا اعلم. شخصين. لا اعلم اخي العزيز. ونحن نتحدث جميع اللغات. نتكلم عربية فصحى. حسنا تعال سوف نعمل. يا. ماي فريند. Translation Arabic said two patients before me. Yes. Correct? Yes. Yeah. Yes. I ask you, you didn't tell me this. Don't worry. You didn't tell me, okay? Okay. So me. How long okay. will take two patient? Wait. No. أنت لا لا اسمع اسمع لأن هي تقول لي قدام الشخصين. عرفت؟ أنا أعلم. Do you speak English? No. Yes. Okay. How long will take two patient? I go come back. Maybe 30. Sorry. 30 yeah, that's all. Thank you. Easy. أيوة. تعال تعال. Okay, where is paper? Paper. يا سلام يا أخي. يلا تعال تعال. بنروح بنرجع. شخصين قدامك. تعال تعال. استهبال يعني. استهبال في الموضوع. الحين انا اقول لك يعقوب استهبال في الموضوع. الحين انا اسالها اقول لها how long gonna take time to see the doctor، كم من الوقت نحتاج يا جماعه الخير. زين يعني جابت لي مترجم، والله شافت اخوي انه كل شويه عبد صوب غرفه الدكتور، قالت هذي العرب ما يفهمون، ما ينفتح الباب هذا من هناك، تعال خليني اجيب لهم مترجم. رجعت لها قلت لها تتحدثين انجليزي ولا لا؟ يعني انا قلت لك كم ياخذ من الوقت؟ تستهبل، قولي من الاول قدامك مريضين بياخذ 30 دقيقه بدل ما تم تريا نحن في الصاله اللي عند الدكتور، نحول تحت نروح لنا كافي اي مكان ونرجع، شو المشكله يعني؟ على العموم ما في مشكله لان في بعض الامور هم ماخذين فكره شوي عن العرب. بس مش الكل والله محترمين بالعموم، محترمين في بعض السسترات يعني تخبرون المرضى العرب شوي يعصبون بسرعه يتنرفزون عليهم. ستاربكس كافيه، ستاربكس كافيه. يا بنروح القهوه ناخذ لنا قهوه ونرجع. ها يا مرحبا.
معاك. صادق حياكم الله، خليكم معنا ان شاء الله. أوكي. بعد ما نتقهوى ونعيم الله خير والامور طيبه ان شاء الله باذن الله نرجع للدكتور. شكرا على المشاهده وخليكم معنا. Thank you. هذا مالك البارد. الحين الساعة 6:30. طبعا هي قالت بياخذون تقريبي نص ساعه من الوقت، ف بنتقهوى ان شاء الله ونرجع بالامور طيبه. حياكم الله. اللي ما شايف مستشفى فانكوك من الخارج شوفوا يعني ابراج متصله ببعض. يا مرحبا. Excuse me, two patients finish already. And the doctor is inside, not finished. Doctor, yeah, he check his fire alarm. Patient inside, not finished. Yeah, I tell him this, but my friend, he's, you know, he's sick. He cannot, wait more. He said, ask them if we can see. طبعا ايوه. He talk about Yaqub. Yes. Talk about Yaqub about the price. Yeah. For the TMS. لانه تي ام اس هذه اسعار حق تي ام اس لانه هو اول مره. But I remember it was 4000 something in Bangkok Pattaya Hospital. I pay 4000 around 4500. I have bill. Why 6000? لا عشان هذه مكتوب اول مره. ايوه. اجل يحتاج تحليل كل شيء يعني اول تحليل اوريدي يو هاف. اي نعم هذا النظام اذا تي ام اس بيسوي اول مره بدفع هذا اول مره بدفع. حبيبي this is not my first time. This is four time maybe five. I already do four time before. لا صح انا عارف ولكن هنا اول مره صح لا اذا بتايا خمس مرات 15 مرات انت سويت هنا صح سو بتايا ديفرنت بانكوك هوسبيتال ديفرنت نعم ديفرنت يعني اوكي بس عفوا هذا بس لاول مره حق التي ام اس هذا 6700 انزين وهذا هذا حق الاول مره يعني زي الرسوم اول مره فهمت حبيبي هذا هذه تي ام اس في برنامج ب 10 مرات ايوه يدفع 10 مرات ثوي ايوه ب 10 مرات هذه 10 جلسات هذا علاج طبيعي تقصد؟ لا لا تي ام اس اوكي اوكي تي ام اس يعني 10 جلسات هذا اي اي سكشن هذا اوكي اوكي هذا هو 34500 اذا وحده وحده لو one by one I don't want like maybe every time I pay every time I don't want package มันก็จะเป็นค่าครั้งแรกนะครับ 6,000 ก็คือ1ครั้ง 6,700 บาทบวกกับ DMO 2,000 ก็เป็น 8,700 บาทครับถ้าจ่ายเป็นทีละวันทีละวันนี่ก็ดีอ่ะเชฟ Okay how much يعني ممكن شوف شوف اسمع شوف هذا اذا انت تسوي بروح مره صح 1 by 1 بمره 6700 لحظه 6700 ورسوم دكتور 2000 معناه 8000 يلا بعد نجي مره ثانيه 8000 لا 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 ايه هذا من مره حبيبي. اذا داخل برنامج ارخص I don't want program package I don't want ايه you don't want I send Pattaya one by one I go finish I pay because I don't know maybe he have emergency thing go back Dubai لا come لا back مرة واحدة برنامج خلاص اوكي بس اريد اعرف السعر منفصل سيبريت برايس فيرست تايم اول مره ايوه 6700 اوكي سكند تايم سيم برايس لا هاو ماتش مره ثانيه داخل برنامج التون
بس اونلي برنامج يو هاف يو دونت هاف وان باي وان لا ما في ما في ما في نوت سيم بتاير لا نوت سيم هذا غير هنا اوكي 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 ذس وان وات وهذا رسوم دكتور يعني 10 مرات 10 مرات 20000 رسوم دكتور okay. بالاضافه الى ذلك بلس ذس وان ها اوكي نعم هذا رسوم 34510 جلسات hey. بالاضافه الى 20000 رسوم الدكتور hey. حلو اوكي المجموع 61000 ايوه ايوه يعني انا ถ้า كان سمور เค้า ตอบ ข้อ 2 อะไรเงี้ย ورز علاج طبيعي ใช่ اخاف من خلايا دي كتميمي لا ايوه بس this is for فحوصات اي ثينك نوت فور جلسه this one 6700 what this هذا حق الاول مره شوف اسمع حبيبي اذا انت تسوي مثلا هذا خلص هذا 10 جلسات هذا خلصته صح هذا تبي تمديد يعني 10 جلسات بعد زياده انا اندسن هذا ما يحتاج اي فاهم 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 ما الفحص ما الفحص هذا وليس جلسة أي. بس اي وانت ترانسليت اي وانت ترانسليت ذس فور اسسمنت ประเมินคนไข้ว่าไม่เป็นไรใช้ไฟเท่าไหร่ใช้แพทย์ในรักษาหรือประมาณนี้ครับผมก็คือนี่ผมเรียนภาษาไทยเขียนว่าassessment ไอติงซะมาสารีฟก่อนเลยจระเดม6000 تمات انواع مصاريف مخدره تصوير مغناطيسي يس يس اوكي اوكي دورات ذس از ذا بروجرام 8 انواع من نوت ريلي جيف جود ترانسليت اوكي اي انديرستاند اول جود ثانك يو ก็ให้เขาเป็นครับไปตัดสินใจก่อนละกันก็ได้เอ๊ะถ้าเกิดเขาตัดสินใจวันนี้ก็โอ้เดี๋ยวๆแต่ว่าคือตอนนี้ถ้าจะทำอ่ะจะต้องจองใช่ตามสายวันนี้ทำวันيعني شوفوا الحين الدكتور هذا قررنا الشيء هذا بس بخصوص التي ام اس تشيتابات ماي سيستر دكتور تشيتابات اي ثينك ذس يا ذس روم ذس ذس اريا كوركت نوت افيلبل توداي وينزداي بات سيم سكشن كوركت يا اي ريمبر اوكي هو في نفس القسم بس هذا الدكتور مش متوفر يوم الاربعاء نعم نعم هذا الرجال يقول ان شاء الله هو بيحجز لك مكان للتي ام اس حتى رقم جوال مالك رقم تايلر ايوه اوكي اوكي مثلا بكره حصل مكان مثلا الساعه 11 الساعه 12 هو يدخل ها يا اخوك تعال اوكي الساعه 10 اوكي اين العلاج الطبيعي علاج طبيعي عند سيستر هنا الحين نجيب لك ها علاج طبيعي دقيقه اي هذا علاج طبيعي كم هذا علاج طبيعي بكره تعال بعد الظهر هاو ماتش كوست لا لا الساعه 3 لازم انت شوف دكتور علاج طبيعي شويه عشان دكتور يحط يعقوب برنامج زين 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 تمورو ويل جيف يو كوست ايوه شوف الساعه كم هذا مكتوب انزين والدفع بعدين مو اليوم يوم الحصن خلي الدفع يوم الحصن تليفون اوكي تليفون 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 نمبر تليفون نمبر اوكي يو يوز اوكي نمبر هير 0 8 1 6 3 2 5 4 4 وقع هنا can you can sign okay this is burn him right yeah but وقع يعقوب we will discuss this with his family first mm-hmm. about the price now he's signing but don't start this No. We have to see Chitabat doctor after we will decide discuss Chitabat سوف نقرر بعدما نرى دكتور Chitabat اوكي مو مشكله هي خلاص تصدق ايوه مو مشكله حلو او اخذها بعدين لان دكتور عزيزي خلي ورقه هذا معك ولا نعم اوكي سكان سكان لان دكتور تشيتاباد هو المسؤول عن التي ام اس الدكتور الذي رايناه ليس مسؤول والله كلام صحيح نعم اوكي يلا مشينا وهذا حق الدواء هذا الدواء هني بناخذه دواء حق الدواء تحت هذا كله يا جماعه الخير في ترجمه وفي مترجم اعتقد الكلام واضح فالحين بناخذ الدواء وبنحاسب والامور طيبه وبنشوف بعدين دكتور الشيتافاد ايوه اسمك فيصل يعقوب انا شو اسمه فيصل ايوه بالضبط اوكي اوكي مشكور. شكرا جزيلا خلي الحبيب شكرا بالعافيه ان شاء الله شكرا الحين وين ورقه كوفي ها
لا تحت تحت ورقه كوبي. لا لا لحظه شويه كاشير. لا لا الرجال يعطي الورقه كوبي قبل شويه. اوكي اوكي ايوه هاي هاي ها بعدهم كلهم مستانس عقب ما شاف الدكتور يسولف الحين. ناخذ لنا ماي ونحاسب ومع السلامه سلم لي. اخواني مشاهدينا الكرام الاعزاء الحين هذا يعني مثل ما تقول رقم شيء تيتيتيت بعدين يومي دورنا بندفع شو يسمونه هذا تكلفة استشارة الطبيب فقط اليوم. وهذه الورقة اللي هي الباكج كامل للخطة العلاجية باستثناء العلاج الطبيعي اللي هي المقدرة ب 61200 فولت تقريبا ما يعادل 6500 درهم إماراتي. فالحين هذه كم استشارة الطبيب بعد ما ندفع إن شاء الله بعلمكم بالإضافة إلى إضافة دوائين للأدوية اللي عندنا. عندنا دوائين نحن وضافنا دواء اللي هو مال الكوليسترول لانه ما جابه من الامارات معاه فقلت له اكتب لي اياه ضروري جدا. قال حتى لو 10 ملي جرام حطوها في بالكم اللي عندك الكوليسترول يا جماعه لا يوقفه انه يقول انا ما حبيت الدواء او حاجه. واستوت احداث كثيره داخل غرفه الدكتور فكانت البطاريه فاضيه مال الكاميرا ما صورت للاسف كنت حاطها بالشارج. على كل في مقطع بسيط في التليفون ممكن اني ارفقه المقاطع المصورة بالكاميرا. حياكم الله وشكرا على المشاهدة. TMS وموجودة في طبعا مش جميع البرانشات اللي في بانكوك. في بتايا موجودة في بانكوك موجودة وفي فروع أخرى موجودة بس مو جميع فروع المملكة. حياكم الله. موجودة كذلك في الدول العربية يعني مو إنها يعني شيء يعني حصرا على أوروبا وتايلاند أو موجودة حتى في الإمارات في مستشفى كليفلاند كلينيك بس تتبع الخطة العلاجية الكشف كذا يعني. مرحبا حياكم الله. طبعا هذه خذت 3770 وقالت انتظروا الدواء. اوكي مرحبا بكم. Give me two medicine only. Okay. The both of them after breakfast. No. ها. We have is a breakfast and for follow is a dinner. This is breakfast. This okay. is dinner. Okay. The cholesterol dinner. Dinner. Copper cup. Copper cup. Thank you. Bye bye. Have a nice day walk. Excuse me. Do you have file envelope? Oh, yes, of course. بتضيع الأوراق يا عقوب اصبر. Yeah, yeah. No problem. Thank you. دقيقة طبعا هذه ادويتنا. لحظة يا عقب شوي دقيقة. هذه ادويتنا استلمناها كل حاجة عملنا موعد مع الدكتور المسؤول عن المغناطيس والعلاج الطبيعي كذلك بكره بيعطونا الخطة العلاجية. شكرا على المشاهدة ولا تنسونا من اللايك والشير يا جماعة. أول مرة أقولها والله. في معلومات مهمة ثانية تمام. مرحبا بكم وأتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله. هذا هو التقرير استلمناه الحين خلصنا امورنا الحمد لله وباكر عندنا جلسه علاج طبيعي نفس ما خبرتكم. حياكم الله مع السلامه. طب من مستشفى بانكوك اللي حاب يعني عنده فتره علاج مطول او حاجه اولي وان افيلابل نحن نتمشى عند المستشفى شفنا اعلام دول الخليج وهذا قريب المستشفى فقلنا بنشيك. This hotel or apartment residence? Resident. السلام عليكم.